بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في روضة القرآن في هذه الحلقة 86 بعد 104. نتناول آيات من سورة الزخرف. يقول تعالى: وإذا بشر بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. بعض الناس كانوا يقولون أن الملائكة إناث، والله سبحانه وتعالى يغضب منه، وبعدين يقول إن ربنا اتخذ من الملائكة إناث، وبعدين لما هو ربنا يرزقه بنت يزعل. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا أي إناث ظل وجهه مسودا وهو كظيم يفضل زعلان. وبعدين ربنا يقول أول ما ينشأ في الحلية، لا أنت هتخلي ربنا اللي تنشأ في الحلية تحب الحلية دايما، تحب الدينة، تحب الذهب، السلاسل، الأساور، الكذا، وهو في اتصال غير مبين، وده وصف مهم جدا للنساء. علشان كده بقول لك يعني اللي يراعي طبيعة المرأة، طبيعة المرأة أنها تحب الزينة، يعني هي تلبس ذهب وحرير وتتزوج، بس الراجل يلبس ذهب وأساور وسلاسل تشبه بالنساء، لا يدخل الجنة دايوس، إياك أن تتشبه بالنساء. وبعدين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث. أنت قلت على الملائكة إنها إناث، من تخيل أو تصور أو رسم الملائكة على إن هم بنات أو ستات لهم ثدي ولهم أجنحة يروح النار، خلي بالك. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. اوعى اوعى تكذب على الله. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه. بتعبدوا الأصنام ليه؟ يقول لك ده ربنا اللي عايز كده. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. بيكذبوا. أم أتيناهم كتابا من قبل فهم به مستمسكون، ولا عندهم كتاب غير القرآن يقول لهم اعبدوا الأصنام؟ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. يقول لك إحنا علينا أهلنا بعيد. كل ما بيعمل واحد معصية، يعني واحد مثلا بيحط إيديه في الدم ويحطها على 5 و5 على الحيطان، مين اللي قال لك حط إيدك في الدم؟ الدم نجس، وليه أنت بتعمله ده شرك؟ ناس كتير فاهمة كده. تحط إيديها في الدم، ده الحين بيجي يحط إيديها في الدم ويحطها على العربية. تحط إيديها في الدم وتحط في إيدك. في إيه؟ في إيه ده شرك؟ وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة، دايما كده. ويدافعوا عن العادات الخاطئة جدا. زي ناس مثلا تأكل من الأشياء من اللحم لا يؤكل، الكرشة والفشة والمسعرف والإيه والحافر والجلد والدهن، الحاجات التي لا تؤكل. الحاجات التي لا تؤكل دي كلها بتعمل لنا دهون شديدة جدا فبتسد أوعية القلب. طبعا في ناس ما بتحبش تأكل إلا الأشياء الضارة اللي بتتغسل حوالين قلبها وبتسدها. يقول لك أهالينا كانوا بياكلوا كده، أهالينا كانوا بيعملوا كده. طب الدنيا اتغيرت، اللي كانوا بيشتغلوا زمان والعرق زمان والشغل زمان اتغير، فلما كانوا بياكلوا سمين او بياكلوا حاجه دسمه وتقيله وقوموا اشتغلوا جامد، كان العرق والعمل بيسيح الدهون الصعبه. لكن دلوقتي احنا عارفين اغلب الوظائف قاعده واغلب الناس قاعده في البيوت، تاكل الدهن الصعب ده يسد لك الاوعيه بتاعه القلب. انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون. فربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الزخرف: قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. فبقول لكم على حاجة أحسن من العادات اللي انتوا شفتوا عليها أهليكم، لازم نتغير للصح. قالوا إنا لما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. ربنا بيقول انتقمنا منهم ليه؟ كذبوا. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. دايما أنا عايز أقول إنه حوار إبراهيم مع أبيه حوار كل أب مع ولده، وحوار كل ولد مع والده. إبراهيم بيتحدث مع والده بالحجة وبالأدب. إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. ربنا أهداني وعرفت إن فيه لهوة، إلا الذي فطرني خلقني فهو فإنه سيهدي. سيدنا إبراهيم ربنا يقول في سورة الزخرف: وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. قال لهم إن مفيش غير إله واحد، مفيش غير إله واحد، هو اللي بيخلق وهو اللي بيشفي وهو اللي بيمرض وهو اللي بيحيي وهو اللي بيموت، يستخدم. وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون، يمكن ضميرهم يصحى ويفتكروا تاني. ساعات الناس بتبقى يعني تحت تخدير شيطاني ما تلاقيش فايقة وبعد شوية تفوت. وجعلها كلمة باقية في عقلي لعلهم يرجعون. وبعدين بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ودايما الأمم تتمتع وتعصي و
وتلهو، وبعدين يجي الرسول وهم في غمرة الله وغمرة المتع والنعيم، انت عاوزنا بقى نسيب كل النعيم ده واللعب ده ونقول لا اله الا الله ونصلي ونصوم. فعشان كده ربنا بيقول ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وان فيه كافرون. لازم يرفضوا هذه الدعوة، ودايما يرفضها الاغنياء والمترفين. ليه؟ لانه الاغنياء والمترفين المفروض ان عندهم كل حاجة، ربنا اداهم الصحة واداهم النعيم والمال والمتع والاكل والنساء وكل الفتن، فتقوم تقول له بقى الجنة فيها والجنة فيها، طب انا عندي كل حاجة. عشان كده ربنا بيقول في سورة الزخرف ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإن به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. دي الحكمة اللي دايما الناس يقولوها، يعني يقول لك وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. كان يفهم القرآن بينزل على أحد سادة قريش الكبار، طب وهو ربنا بيختار دايما للدعوة الأعظم، ها؟ يعني دايما كده يقول لك إيه، بيشككوا في نبوة النبي، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فربنا بيقول هم يقسمون رحمة ربك، يعني هم اللي بيقسموا، هم اللي يقولوا ده يبقى نبي وده يبقى وزير وده يبقى خليفة وده، ها؟ هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقسم الأرزاق. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، في ناس غنية وناس غنية خالص، ناس متوسطة وناس ايه، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، علشان يشغلوا بعض، الغني يشغل الفقير. وإذا ورحمة ربك خير مما يجمعون، يعني ايه ورحمة ربك خير مما يجمعون؟ ما ممكن انسان يكون معاه الدنيا كلها بس معهوش راحة البال، معهوش رضا ربنا. ممكن انسان يكون فقير بس عنده رضا ربنا، عنده كفاف. سيدنا النبي يقول طوبى لمن كان له كفافا، رزقه على قده ورزق الشكر على ذلك. ده ابن واحد، انا لا علي زياده ولا علي حاجه، ولما اموت اموت كده نظيف، لا تارك حاجه الناس كان عليها ايه، ها؟ عشان كده بيقول لك ايه، ورحمه ربك خير مما يجمعون. رحمه ربنا قل بفضله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون، احسن من كل اموال الدنيا واحسن من كل مناصب الدنيا. رحمه ربنا، لو ربنا بيحبك، ولولا ان يكون الناس امه واحده. بصوا زي ما قلتلكم في سورة الزخرف، لو ربنا يعني ربنا بس بيحافظ على المؤمنين حتى لو افتنوا، لو مش خايف على المؤمنين افتنوا كان ادى للمشركين، ادى لهم زخرف وبيوت واسانسيرات. ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوت سقفا من فضة، البيت سقف فضة، ايه الجمال ده؟ وايه ومعارج عليها يظهرون، معارج مصاعد اسانسيرات، يعني يركب كده ويطلع، ها؟ وايه كمان؟ ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون، ولبيوتهم ابواب من ذهب وزخرف وسرر، حاجات كده فخمه وزخرفا، كل الزخارف من الذهب، وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا، بس كل دي حاجات مؤقته، دي زخرفه كده كام سنه كده والناس هتروح، والاخره عند ربك للمتقين. طب ولو في واحد فاجر بقى، ها؟ فاجر كده وعاوز يعيش يتمتع وبس، يعني مرة والله كان في طالب في كلية جامعية، والطالب ده يعني بيقول لي أنا ما بعرفش أنام بالليل ويجي لي كوابيس وغلاء، فقلت له إن شاء الله قبل ما تنام اقرأ الفاتحة وآية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، اقرأ الفاتحة وآية الكرسي والإخلاص والمعوذتين. فهو يعني سألني المعوذتين دول ألاقيهم فين، قلت له المعوذتين دول تلاقيهم عند السوبر ماركت اللي جنبنا، تطلع سوبر ماركت تقول له لو سمحت اديني معوذتين. فاذا ممكن الناس تعرض عن ذكر الله لغايه ما تعرفش يعني ايه قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، ما تعرفش يعني ايه الكرسي، ما تعرفش يعني ايه كلام ربنا اهو. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. والراجل ده بقى شغال في الزخرف والدانس والرقص والمزيكا و و و، وبعدين بيجي له كوابيس بالليل وما بيعرفش ينام. طب اقرا الفاتحه وايه الكرسي وقل والله واحد صوت الاخلاص والمعوذتين كل عضو ربنا كل عضو ربنا، يقول لك انا المعوذتين دول فين؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. شيطان معاه في الجزء باستمرار، وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انه مسلم. ان شاء الله نكون في حلقه قادمه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله 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 الله.